السادسة مساء في القاهرة، أهلا بكم إلى جولة الأخبار. مرحبا همام. شكرا رغدة، أهلا بحضراتكم، وهذه أبرز العناوين. قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق. غارات للاحتلال على جبل لبنان والبقاع، وحزب الله يعلن استهدافه للمرة الأولى موقع أبيتا للاستطلاع الفني لجيش الاحتلال في الجولان المحتل. الرئيس المصري يؤكد أنه لا إنهاء لأزمات المنطقة دون حل الدولتين. إلى تفاصيل هذه النشرة، حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق. ذكرت مصادر طبية سورية أن الغارة الجوية للاحتلال استهدفت شقة سكنية وتسببت في مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. من العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية خليل هملو. خليل، مرحبا، ماذا لدينا من معلومات أولية حول هذه الغارة والشقة التي تم استهدافها، وكذلك آخر حصيلة ما إذا كانت موجودة لضحايا أو جرحى؟ مساء الخير. بالنسبة لآخر حصيلة، حسب ما تواصلنا مع مصادر طبية في سيدة زينب، أبلغونا من عدد الشهداء أو الذين سقطوا جراء هذه الغارة الإسرائيلية بلغت 9، ولكن هناك 3 أشخاص في حالة في 3 أشخاص في حالة حرجة، بينهم طفل. أما بالنسبة لعدد الجرحى فالعدد يتجاوز 25 شخص، والكثير منهم لم يصلوا إلى المشفى، ربما توجهوا إلى عيادات خاصة ومراكز طبية. الأرقام التي تم الحديث عنها في من مدينة السيدة زينب هي ما وصل إلى المشافي الرسمية. أما بالنسبة للذين تعرضوا لإصابات في الشوارع، هذا العدد ربما يفوق عدد الجرحى المعلن. أما بالنسبة لاستهداف رغدة، فهو لم يكن استهداف لشقة سكنية واحدة، بل تم استهداف شقتين سكنيتين في بنائين مختلفين. الأول يقع عند القوس وهو مدخل السيدة زينب، والثاني تقريبا يبعد عنه حوالي 100 متر في منطقة الفاطمية. هذه الشقق السكنية تقريبا تم تدميرها بشكل كامل، وهي تقع ضمن مباني سكنية. الأولى تقع في مبنى هي فيها في الطابق الرابع، والثانية في الطابق الثاني. بحسب الصور، بحسب أشخاص تواصلنا معهم هناك، أبلغونا بأن الشقق تم تدميرها بشكل كامل، وليس فقط ذلك، بل وصلت الشظايا وآثار الدمار إلى الشقق الذي هي أسفل وأعلى هذه الشقق. رغم بالنسبة لعملية الاستهداف كانت تقريبا عند الساعة 5 دقائق أو 10 دقائق بحسب التوقيت المحلي، أي الآن مضى على هذا الاستهداف أكثر من ساعتين، وحتى هذه اللحظة لم يصدر بيان عسكري سوري أو أي مصادر رسمية سورية تتحدث عن ما جرى خلال ساعتين الماضيتين. وربما سبب التأخير، وكما اعتدنا على هذا الأمر، عندما يكون هناك أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وربما يكون هناك إحصائيات تقوم بها الجهات الرسمية السورية. وكما تعلمين، منطقة السيدة زينب تم استهدافها في 4 من الشهر الجاري، أي تقريبا قبل حوالي 6 أيام تم استهداف في منطقة تقريبا في منطقة نجهة وفي منطقة الشبعة وفي منطقة السيدة زينب، وهذه الاستهدافات هي متكررة على منطقة السيدة زينب خلال السنوات الماضية. من الملحوظ أيضا وتيرة الغارات على سوريا قد تزايدت في الفترة الأخيرة، خاصة مع احتدام الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان. صحيح، بالنسبة للقصف الإسرائيلي لم يهدأ، ولكن كما ذكرت ربما ازدادت وتيرة القصف منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان. لم يقتصر العدوان الإسرائيلي فقط على مدينة محيط العاصمة دمشق وداخل العاصمة دمشق ربما، لكن وصل إلى يوم أول أمس وصل إلى مدينة حلب ومدينة ومحافظة حلب وإدلب، وأيضا هناك استهدافات متكررة في محافظة حمص ومنطقة القصير، وأيضا في ريف دمشق عندما تم استهداف معبر
معبر دير ثيابوس الذي يربط مع المصنع وايضا العديد من المعابر. ودائما الحجه الاسرائيليه بان هذه المعابر تستخدم لنقل سلاح من سوريا الى مقاتلي حزب الله اللبناني، لكن ما شاهدناه وما تواصلنا معهم من المدنيين الذين قدموا لبنان يتحدثون عن معاناتهم وهم يتنقلون من بين طرفي الحدود وخصوصا العائدين من لبنان باتجاه الاراضي السوريه. شكرا جزيلا لك مراسل القاهره الاخباريه من العاصمه السوريه دمشق خليل هملو. نتحول الآن إلى آخر تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية. من العاصمة بيروت وعند شفر أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد 27 مدنيا وإصابة 16 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات جبل لبنان ومنطقتي الجنوب اللبناني والبقاع. وأفادت الصحة اللبنانية بأن الاحتلال شن غارات استهدفت منزلا في بلدة علمات في قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان، كما قصف جيش الاحتلال مربعات سكنية كاملة في قرية الوزاني على الحدود الفلسطينية اللبنانية. وشنت الطائرات الإسرائيلية على منطقة إقليم التفاح جنوبية لبنان سلسلة من الغارات. وقد أعلن حزب الله اللبناني استهدافه للمرة الأولى موقع أفيتال للاستطلاع الفني لجيش الاحتلال في الجولان المحتل. كما أعلن حزب الله استهدافه تجمعا لقوات الاحتلال بصواريخ نوعية بالقرب من مستوطنة المنارة شمالي إسرائيل، كذلك استهدافه قاعدة شراجة شمالي مدينة عكا المحتلة برشقات صاروخية. كما أشار حزب الله إلى سقوط عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون. أعلن جيش الاحتلال رصده لعشرة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجولان المحتل وتم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، فيما أكد حزب الله استهدافه للمرة الأولى موقع أفيتال للاستطلاع الفني والإلكتروني في منطقة الجولان السوري المحتل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطنين جراء سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب مدينة نهرية بشمال إسرائيل. وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن سفارات الإنذار دوت في نهرية وعدد من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. ويبدو أن تطور العمليات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال قد فرضت واقعا جديدا على الصراع الحالي بين الجانبين بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة. وعلى الرغم من الدمار الكبير الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلا أن صواريخ حزب الله طالت أماكن متفرقة في الداخل الإسرائيلي. يبدو أن زمن سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية وإجبار الطرف الآخر على الخضوع تحت وطأة العمليات العسكرية قد ولى ولو إلى حين. جيش الاحتلال بدأ سلسلة عنيفة من القصف على قرى وبلدات جنوب لبنان، بينما كان القسم الأكبر من نصيب الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والتي أسفرت عن اغتيال عدد من قيادات الصف الأول والثاني لحزب الله، كان على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله الذي مثل اغتياله ضربة موجعة للحزب. لكن حزب الله أبدى قدرات جديدة لم يظهرها من قبل في العلن، فوصلت صواريخه لوجهات لم تكن مطروحة مسبقا وتجاوزت المستوطنات الشمالية لتصل إلى حيفا وعسقلان ومطار بن غوريون وكذلك مقر إقامة رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو في قيصرية. Thank you.
وفي مقابل عمليات النزوح الكبيرة التي شهدتها مناطق جنوب وشرق لبنان باتجاه الشمال بسبب القصف المتواصل لجيش الاحتلال، تواصلت عمليات النزوح من عدد كبير من المستوطنات الشمالية بسبب الرشقات الصاروخية للحزب، والتي أسفرت عن قتلى وإصابات بين الإسرائيليين. وبالنظر إلى العملية البرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، فلم تشهد مناطق جنوب لبنان مظاهر منه سوى توغلات لمسافة ووقت قصيرين تتخللها لقطات يتم نشرها لدعم صورة السيطرة على تلك المناطق، لكن قوات الاحتلال لا تلبث وتتحرك من تلك المناطق. ووسط كل هذا لم يتوقف حزب الله عن رشقاته الصاروخية، ووصلت حصيلة قتلى الاحتلال إلى نحو 100 من الجنود والضباط، والمصابين إلى نحو 750 آخرين. إذن فحتى الآن فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في لبنان، والتي حددها بإجبار حزب الله على التراجع إلى ما وراء شمال نهر الليطاني وفرض واقع أمني جديد يمكنه من عودة سكان مستوطنات الشمال، ما يشي في رأي مراقبين بأن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار لن يكون بشروط إسرائيل وحدها كما كان يحدث سابقاً. قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس أن إسرائيل قد هزمت حزب الله. ومن جهة أخرى كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار في لبنان لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها. ونقلت وسائل إعلام العبرية عن مصادر سياسية قولها إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. الوصول للتهدئة عبر المزيد من التصعيد نهج إسرائيلي يبدو أنه لم يتغير لتحقق به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة أهدافها، فجاءت ترجمته هذه المرة من خلال تكثيف الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من لبنان وتحديدا مواقع حزب الله اللبناني. أحدث أهداف حكومة نتنياهو تمثل في كشف وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تدرس وقف إطلاق النار في لبنان تجنبا لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها لما ترتكبه من انتهاكات للقوانين الدولية والإنسانية. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أنه تتم دراسة إمكانية تطبيق وقف نار محدد المدة على الحدود الشمالية، ونقلت أيضا عن مصادر سياسية قولها إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. تقديرات إسرائيلية أخرى عززت نفس الرؤية، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من العمليات البرية للجيش في لبنان قد انتهت، ما حدا بجيش الاحتلال تأكيد الإعلان عنها بعد التوصل لاتفاق سياسي. التصعيد الإسرائيلي الحالي قابله تصعيد من قبل حزب الله، لتدور الأحداث بذلك في حلقة مفرغة لا تلوح في الأفق نهاية لها حتى الآن، سوى في تلك الرؤى المبنية حول مزاعم الاحتلال بدراسة وقف إطلاق النار. من بيروت ينضم إلي الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من هناك. أحمد، آخر التطورات الميدانية المتعلقة بأماكن النزاع والمناطق التي ربما تستهدف فيها إسرائيل عدد من المناطق في جنوب لبنان، وربما ذكرت في خدمة إخبارية سابقة أن هناك أيضا في جبيل، في منطقة جبيل كان هناك استهداف إسرائيلي في سابقة منذ بداية هذه الحرب. نعم بالفعل، ربما تطورات ما حدث في جبيل هو ارتفاع عدد الضحايا جراء هذا العدوان الإسرائيلي على هذه المنطقة التي تستهدف بالفعل للمرة الأولى منذ بداية التوترات ومنذ بداية هذا العدوان الإسرائيلي. ارتفع عدد الشهداء إلى ما يزيد عن 23 شهيدا، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع أعداد المصابين، ولا تزال الأعداد غير نهائية حتى الآن، أي أنها مرشحة للارتفاع وسط أنباء عن وجود أشلاء والتعرف على مزيد من جثث الشهداء، مما يؤكد أن أعداد الشهداء يمكن أن ترتفع إلى ما يزيد
عن 27 شهيدا في بلدة علامات في قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان شمالي العاصمة اللبنانية بيروت. بالتزامن مع هذه الغارة العنيفة، هناك سلسلة من الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بعلبك والبقاع شرقي الدولة اللبنانية. هناك أكثر من 7 بلدات تعرضت إلى عدوان إسرائيلي بشكل متزامن، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء في هذه البلدات، وذلك بالتزامن أيضا مع سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المباشرة لمنازل ومناطق مأهولة بالسكان في مختلف المناطق في الجنوب اللبناني. ربما أبرز هذه العمليات استهداف سيارتين بغارة في منطقة جديدة مرجعيون وسط المنازل السكنية في هذه البلدة، ولكن حتى الآن لم تعلن وزارة الصحة اللبنانية عن أرقام نهائية للشهداء أو المصابين جراء هذه الاستهدافات في الجنوب اللبناني. لكن الملاحظ أنه بالتزامن مع هذه الغارات وبالتزامن مع الحديث عن إمكانية التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لهذا الوضع خلال الأيام القليلة المقبلة وقبيلة زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي أمس كشتاين إلى المنطقة، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة أو بأكثر من محاولة للتوغل برا في الجنوب اللبناني وتحديدا في بلدات مركبة وعيطرون، بالإضافة أيضا إلى بلدة كفر كلا. وكانت هناك اشتباكات غير مباشرة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التقدم وعناصر المقاومة في الجنوب اللبناني. الاشتباكات غير المباشرة أي أن هناك استهدافات نفذها عناصر المقاومة عبر الأسلحة الصاروخية عن بعد وليست اشتباكات مباشرة من المسافة صفر كما كان يحدث على مدار الأسابيع الماضية. في بلدة كفر كلا كان هناك استهداف لجرافة إسرائيلية كانت تقوم بعمليات هدم واسعة للمنازل في المنطقة المتاخمة للحدود، وتم استهداف هذه الجرافة بصواريخ موجهة مما أدى إلى إصابات مباشرة فيها. كان هناك أيضا استهداف لتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مركبة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني والتي لا تبعد كثيرا عن كفر كلا. كانت هذه الاستهدافات كانت 3 استهدافات على التوالي في مركبة. أيضا كان هناك استهداف لتجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولة التوغل برا من عيطرون إلى مناطق في عمق الجنوب اللبناني وتم استهدافه أيضا. أحمد سنجاب من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادة. الآن نتحول إلى قطاع غزة وتطورات العدوان الإسرائيلي. قطاع غزة في حالة هستيرية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 51 شخصاً وإصابة 164 آخرين في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وفي بيان لها أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43,603 شهداء و 102,929 مصاباً منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وأشارت لأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا واستشهد 36 فلسطينيا بينهم 13 طفلا وأصيب آخرون، فيما لا يزال عدد آخر من المفقودين في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مكتظا بالسكان والنازحين في منطقة جباليا البلد، وأضافت أن القصف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل وتم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني.
دمار هائل وأشلاء في كل مكان، مشاهد مروعة خلفها جيش الاحتلال بعد ارتكاب مجزرة في جبال البلد شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين العزل. مجزرة جبالية تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال بالقطاع بدم بارد وسط دعوات بوقف العدوان على القطاع. استيقظ أهالي مدينة جباليا في شمال قطاع غزة بفزع لم يعد مستغرباً. فاجعة جديدة تظهر ملامحها مع مشاهد البحث عن أشلاء الضحايا بين الأنقاض. غارة الاحتلال دمرت منزلاً يقطنه مواطنون عزل عن بكرة أبيه، فلفظ ركامه المكتظ بالنازحين جثثاً وأشلاء لأبرياء ما يقرب من نصفهم أطفال. منزل أبو صبح علوش كان مكتظ بالسكان ولن يتبعوا لأي تنظيم، وهم غلابة بدور عرسكة العيش، وفي حالهم والله ما لهم في حدا، والضربة هذه لمدنيين ما لهم في التنظيمات ولا لهم في حاجة. لجأ عشرات الأشخاص إلى هذا المنزل المدمر بحثاً عن الأمان الذي أصبح غاية لا تدرك في ظل عدوان لا يفرق بين كبير ولا صغير، فالجميع أصبح هدفاً مشروعاً. فوق 50 بني آدم، لأنه أحفادهم على أولاده وبناتهم كلهم نازحين عندهم، يعني بيجوا ينزحوا عندهم عشان يقعدوا عندهم ويتأمنوا انضربت الدار عليهم. مجزرة جباليا حلقة في سلسلة مجازر يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة جعلت الدفاع المدني والمسؤولين الفلسطينيين يطلقون صرخات استغاثة للعالم أجمع من هول تلك الجرائم والتجويع الذي فرض على سكان القطاع العزل وعجز قدرات الدفاع المدني عن الاستجابة بسبب توقف آلياته. من قلب المعاناة وويلات الحرب على قطاع غزة يفرض السؤال نفسه، متى تتوقف الحرب على قطاع غزة؟ سؤال يجول بخاطر الفلسطينيين في المقام الأول وأصبح حديث ساعة في الدوائر السياسية والصحف في إسرائيل والولايات المتحدة، لا سيما مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه رسميا في البيت الأبيض. ترامب قادر على صنع السلام وإنهاء الحرب على غزة، هكذا وصفته فورين بوليسي الأمريكية، كاشفة أن ترامب يريد بالفعل أن تنتهي الحرب بشكل عاجل، وهو ما أكده في مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات، وطلب خلالها إنهاء العمليات العسكرية في غزة قبل يوم التنصيب. أمن إسرائيل أولاً، سياسة أمريكية راسخة رأت فورين بوليسي أن ترامب سيستمر بها ضاغطاً أكثر على الفلسطينيين لتطبيق الخطط الإسرائيلية لما بعد الحرب. استرجعت الصحيفة تصريحات سابقة لترامب في مارس الماضي وأكد فيها أن القصف على غزة يجب أن يتوقف لأنه يتسبب لإسرائيل بخسارة معركة العلاقات العامة وصورتها أمام الرأي العام على حد وصفه. وينظر البعض للاتصال الهاتفي الأخير بين ترامب ورئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره بصيص أمل لإجراء حوار بناء يفضي إلى إنهاء الحرب في غزة وأيضا وقف التصعيد في الضفة الغربية، حيث أبدى فيه ترامب انفتاحا على العمل مع الرئيس عباس لإحلال السلام. وما بين التفاؤل والتشاؤم تميل كفة الترجيح أكثر لدى العديد من كتاب الرأي في الصحف العالمية إلى أن ترامب لن يأتي حاملاً الهدايا للفلسطينيين، إلا أنه في الوقت نفسه ووفقاً لتصريحاته السابقة فإنه يرغب في تولي منصبه دون وجود حروب في المنطقة، بينما كشفت مصادر بالبيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى بكل جهدها لإنهاء الحرب قبل إسدال الستار على فترته الرئاسية حتى يعد إنجازاً يحسب لإدارته. وبين كل هذه التوقعات يدفع الفلسطينيون كل لحظة ثمناً باهظاً من أرواحهم وأرضهم وأحلامهم. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا يمكن إلغاء وجود الشعب الفلسطيني كما لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية. وشدد الرئيس الفلسطيني في كلمة له بمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، شدد على أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لنكبة ثانية ولحرب إبادة جماعية لم يشهد التاريخ مثيلا لها، وأن الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة،
وأكد أبو مازن على أن مخطط التهجير لن يمر ولن يسمح له أن يمر، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية لن تتوقف عن بذل الجهود من أجل وقف حرب الإبادة في قطاع غزة وانسحاب آخر جندي منه. وأكد أيضا أن فلسطين ستواجه قرارات الاحتلال بشأن حظر عمل وكالة الأونروا بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين. شارك مئات الفرنسيين في مظاهرة دعما لقطاع غزة ولبنان بمدينة مارسيليا ثاني أكبر المدن الفرنسية. ورصدت كاميرا القاهرة الإخبارية استمرار تظاهرات الفرنسيين لليوم الثاني على التوالي بعد تظاهرة لهم أمس في العاصمة باريس للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، وطلبوا بوقف تسليح الجيش الإسرائيلي لعدم استخدام تلك الأسلحة في حربه ضد لبنان. في التطورات السياسية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا بين مصر وماليزيا على بذل الجهود اللازمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف الرئيس المصري أنه لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة دون حل الدولتين. كان في توافق كبير قوي على أن مهم قوي أن خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي نبذل كل الجهود من أجل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، وأيضا إدخال المساعدات. وده جهد إحنا كنا حريصين عليه في مصر على مدار العام، عام كامل الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت، ومصرين على إن إحنا نستمر فيه حتى نخفف ما أمكن من حجم القتل وحجم الجوع اللي موجود في قطاع غزة، وأيضا تحسبا من إن الأمر ده يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى مخاطر أوسع من كده، أخطر من غزة ولبنان. وده أمر أيضا توافقنا عليه، وإن لا حل لإنهاء مثل هذه الأزمات وهذه المشاكل في منطقتنا إلا بحل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. كما أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ثمة توافقا بين مصر وماليزيا على أهمية إيجاد حلول للصراعات في المنطقة. كما أكد أن هذه الحلول لابد وأن تشمل الدول العربية التي تشهد صراعات من أجل استعادة الاستقرار في هذه الدول. أيضا توافقنا على أهمية إيجاد حلول للقضايا والصراعات اللي موجودة في المنطقة، في السودان، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في لبنان، وصولا إلى استعادة الاستقرار في المنطقة، لأن هي ليها تأثير كبير قوي مش بس على الأمن الإقليمي ولكن أيضا على الأمن في العالم كله. من جهته أشاد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بالدعم المصري المقدم للفلسطينيين في قطاع غزة. كما ثمن دور المصري في محاولة حل الأزمة وإدخال المساعدات الإنسانية في ظل استمرار الحصار من الجانب الإسرائيلي. والآن كذلك أود أن أشكركم سيادة الرئيس شخصيا وللدعم المصري في المساعي لتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا لم يكن أمرا سهلا نتيجة للحظر من جانب إسرائيل، ولكن سيادتكم تدخلت بشكل شخصي في عدة مناسبات لكي تكفل التدفق السلس للمساعدات، بما في ذلك السماح للطائرات العسكرية لتوصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، كذلك تضحية سيادتكم وتضحية الشعب المصري دعما للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في غزة الآن. كانت مصر وماليزيا قد اتفقتا في بيان مشترك على الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. شدد البيان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. نتنياهو يؤكد اتفاقه والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على أهمية وقف التهديد الإيراني بكافة أشكالها. من جديد، عقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعهم التحضيري لقمة المتابعة العربية الإسلامية والمقرر عقدها غدا بالعاصمة السعودية الرياض. خلال الاجتماع ناقش وزراء الخارجية جدول أعمال قمة الغد، كما تم بحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش. يشار إلى أن القمة العربية الإسلامية التي ستعقد غدا تهدف إلى بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان ومواصلة جهود وقف إطلاق النار. تأتي القمة العربية الإسلامية في إطار الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة ولبنان، وتعتبر الأحدث من بين القمم التي عقدت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولعل من أبرزها قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر. الزميل كريم حاتم يستعرض لنا في العرض التالي ملامح الجهود التي تركزت على وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي. دعوات عربية جديدة لوقف نزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة ولبنان جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأبرياء وأصحاب الأرض. فقد دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في 11 نوفمبر لمتابعة تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها. مصر كانت في المقدمة باعتبارها من أوائل الدول التي تحركت لوقف العدوان على غزة، حيث استضافت عاصمتها قمة القاهرة للسلام بعد أقل من أسبوعين على بداية العدوان على القطاع، وذلك بهدف اتخاذ موقف دولي موحد لوقف العدوان على غزة والتأكيد على الرفض التام لمحاولات إسرائيلية خاصة بالتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، وهو المخطط الذي يسعى له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. السعودية كانت محطة مهمة أيضا للعمل العربي المشترك، حيث استضافت العاصمة الرياض القمة العربية الإسلامية الطارئة في نوفمبر 2023 لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، وهي القمة التي خلصت إلى تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في القطاع والدعوة إلى إنهاء الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع المحاصر، مع التجديد كذلك على رفض المحاولات الإسرائيلية لتهجير أصحاب الأرض. الأردن أيضا شهد اجتماعات قمة تعكس المواقف العربية الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان على قطاع غزة، حيث استضاف في العاصمة عمان وفي مدينة العقبة عدة اجتماعات بحضور الرئيسين المصري والفلسطيني، بالإضافة إلى العاهل الأردني ومسؤولين دوليين آخرين، من أجل تنسيق التحركات والمواقف الخاصة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. جنبا إلى جنب مع الدائرة العربية، تحولت أوروبا أيضا إلى محطة من محطات الدعم العالمي لغزة ولبنان، حيث شارك عدد من المسؤولين في شهر نوفمبر عام 2023 في مؤتمر باريس الدولي لتوفير الدعم الإنساني لغزة. أما في أكتوبر 2024 فقد شارك مسؤولون وقادة عرب عدة في مؤتمر دولي آخر في باريس من أجل دعم سكان لبنان وسيادته، وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفيما يتعلق بغزة، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد في سبتمبر 2024 الاجتماع الوزاري الإسلامي الأوروبي
لبحث الأوضاع في قطاع غزة وسبل تنفيذ حل الدولتين بحضور عدد من وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة وعدد من المسؤولين العرب لبحث وقف العدوان على قطاع غزة، إلى أن هذه الاجتماعات لم تحقق الهدف المرجو منها نظرا إلى الدعم المطلق الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. مساع حثيثة وجهود دؤوبة بذلتها الأطراف العربية والدولية الفاعلة على مدار أكثر من عام من الأزمة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان، ولكن من عاصمة لأخرى ومن قمة لأخرى يظل التعنت الإسرائيلي النتيجة الأبرز التي لم تتغير بعد. جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لأكثر من عام وسط صمت دولي غير مقبول واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية. وأكد وزير الخارجية المصري أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الرياض ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا، مشددا على عدم قبول وجود دولة فوق القانون. أدان عبد العاطي الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة أونروا والاعتداءات على قوة يونيفيل في لبنان، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي. وشدد عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وعلى هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض التقى وزير الخارجية المصري مع نظير السوري بسام الصباغ. خلال اللقاء أكد وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم للدولة السورية ورفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، كما شدد عبد العاطي على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وشدد أيضا على استمرار مصر في جهودها بلجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وذلك في إطار دعم الدور العربي في تسوية الأزمة السورية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب 3 مرات خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تعزيز التحالف القوي بين تل أبيب وواشنطن. أكد نتنياهو أن المحادثات كانت جيدة ومهمة للغاية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بينهما بشأن التهديد الإيراني بكل مكوناته والخطر الذي يشكله. أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيزور إيران يوم الأربعاء القادم وسيبدأ المشاورات مع المسؤولين الإيرانيين في اليوم التالي. كان جروسي قال سابقا إنه قد يتوجه إلى إيران لمناقشة برنامجها النووي، متوقعا التعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتوجد عدة قضايا عالقة منذ فترة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الغربية، أبرزها منع طهران لخبراء الوكالة من دخول أراضيها. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 3 مسلحين والقبض على 9 آخرين في عملية ضد جماعات مسلحة ناشطة، وأوضحت أن تلك العملية تمت في إقليم سيستان بلوشستان التي تشترك في الحدود مع باكستان وأفغانستان. نتحول الآن إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية سيطرت على قرية فوفشينكا في منطقة دونيسك شرق أوكرانيا. هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من قوات مجموعة المركز سيطرت على القرية، مشيرة إلى أن سلاح الطيران والمدفعية إضافة إلى الطائرات الهجومية المسيرة استهدفت المطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، إضافة إلى منشآت للطاقة.
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن الاتحاد يعمل على إعداد الحزمة 15 من العقوبات ضد روسيا. وأضاف بوريل أن الغرض منها هو تعزيز التدابير الرامية إلى منع الالتفاف على العقوبات بهدف عزل صناعة روسيا عن الواردات. للمرة 15 يفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بهدف الضغط عليها وسد الثغرات التي يمكن أن تتحايل من خلالها على التدابير العقابية الراهنة، فضلا عن منعها من الحصول على التكنولوجيا الغربية التي يمكن لصناعة الدفاع استخدامها في تصنيع أسلحة للحرب في أوكرانيا. الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات تم الإعلان عنها من قبل مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أكد ضرورة تشديد الإجراءات ضد التحايل على القيود وعزل القدرات الصناعية لموسكو. لم يكتفي بوريل بذلك، فقد أعلن أيضا عن تدريب 75 ألف عسكري أوكراني خلال الأشهر المقبلة. في مقابل ذلك جمدت روسيا في ردها على التصعيد مليارات الدولارات لشركات ومستثمرين غربيين على أراضيها، ووضعت في تصرف الحكومة الروسية أصولا أجنبية بمئات مليارات الدولارات دون مصادرتها حتى الآن. كما تركت موسكو لأصحاب الأصول الأجنبية الحق ببيعها لجهات روسية بالروبل الروسي وبنصف قيمتها السوقية. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 استهدف الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الروسي والمؤسسات والمسؤولين المرتبطين بالحرب بجولات متعددة من العقوبات. وعلى مدار حزم عقوبات سابقة بلغ عددها 14 حزمة، عملت موسكو للتحايل على التدابير العقابية لتأمين الموارد للجيش الروسي والحفاظ على استمرار اقتصادها. فهل ستنجح العقوبات هذه المرة في تضييق الخناق على القوة العسكرية الثانية في العالم؟ سؤال يرى خبراء إجابته في العكس تماما، وهو المزيد من الإصرار الروسي على مواصلة أهدافه العسكرية داخل القارة العجوز. ذكرت وكالة نوفستي الروسية الرسمية للأنباء أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو سوف يزور الصين غدا الاثنين ليجتمع خلالها مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وعدد آخر من كبار المسؤولين الصينيين. هذا وقالت الوكالة أن شويغو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في السابق يعتزم إجراء مشاورات في الصين بشأن الأمن الاستراتيجي بين البلدين. وفي أخبار الاقتصاد نتابع. الإعصار رافائيل يوقف أكثر من ربع إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك. توقف أكثر من ربع إنتاج النفط الخام ونحو 17% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة في أعقاب الإعصار رافائيل، ويشكل خليج المكسيك الأمريكي 15% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة و2% من إنتاج الغاز الطبيعي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن خبراء اقتصاديين أن ترامب سيرث اقتصادا مستقرا ومليئا بالفرص، وأشاروا إلى أنه مع التحول لخفض الفائدة فقد تمت إزالة إحدى رياح المعاكسة. وأوضح الخبراء للصحيفة الأمريكية أن احتمالات الركود انخفضت وبفضل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة جزئيا في ظل اقتصاد قوي ستكون الرياح مواتية للعام الأول من اقتصاد الرئيس المقبل.
صعدت بيتكوين لتصل إلى 80,000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق في أسبوع وصل خلاله إلى عدة مستويات مرتفعة جديدة منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وأعرب ترامب مرارا عن دعمه للأصول المشفرة ووعد بجعل الولايات المتحدة القوة العظمى للبيتكوين والعملات المشفرة في العالم. رفعت البرازيل خطط خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 67% بحلول عام 2025، ووفقا للهدف الجديد سيسمح للبرازيل بإنتاج انبعاثات تصل إلى نحو 850 مليون إلى مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035 مقارنة بمليارين و400 مليون طن في عام 2005. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن شركة أشباه الموصلات العملاقة TSMC ستتوقف عن توريد الرقائق المصنوعة بتقنية 7 نانومتر أو أصغر للعلماء في الصين بدءا من 11 من نوفمبر الجاري. وفقا للصحيفة الأمريكية فإن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرارها في الامتثال لقيود التصدير الأمريكية. وستتوقف شركة الرقائق التايوانية العملاقة ستوقف شحناتها إلى الشركات الصينية بعد وصول بعض رقائقها الأكثر تقدما إلى شركة هواوي العملاقة الصينية. وفي الرياضة تتابعون. مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك ليستر سيتي. حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد. الفوز رفع رصيد يونايتد النقطة 15 في المركز 13 في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 10 محتلا بها المركز 15. المباراة كانت هي الأخيرة للهولندي رود فان نيستلروي كمدرب لمانشستر يونايتد قبل أن يتولى روبن أموريم قيادة الفريق من بعد التوقف الدولي. وتوقفت مسيرة نوتنغهام فورست الرائعة في الدوري الإنجليزي بعد سقوطها على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف. الهزيمة جمدت رصيد نوتنغهام عند 19 نقطة في المركز الثالث على لائحة الترتيب وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف وتسع نقاط عن ليفربول المتصدر. في الجانب الآخر ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن. إلى أسبانيا حيث يخوض برشلونة مواجهة قوية على ملعبه أمام ريال سوسيداد في الجولة 13 من الدوري الإسباني. يتربع النادي الكتالوني على صدارة الترتيب ب 33 نقطة من 12 مباراة متفوقا بست نقاط كاملة على صاحب المركز الثاني ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة. ويسعى برشلونة إلى مواصلة عروضه القوية هذا الموسم وإحكام قبضته على صدارة الدوري الإسباني. وصل ليفربول تحت قيادة مدرب الهولندي أرني سلوت صدارته للدوري الإنجليزي بتخطي ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد ضمن الجولة 11. الفوز رفع رصيد ليفر إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن سيتي أقرب ملاحقي، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة في المركز الثامن. النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي يواصل مسلسل تحطيم الأرقام القياسية بعد تألقه الكبير مع الريدز هذا الموسم.
يستضيف ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو قمة الجولة 12 من الدوري الإيطالي بين صاحب الأرض إنتر ميلان وضيف نابولي. نابولي يدخل المباراة في صدارة الترتيب العام برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة أمام الإنتر صاحب المركز الثاني. وخلال الموسم الماضي فاز الإنتر بلقاء الدوري الأول بثلاثية نظيفة قبل أن يحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مواجهة الدور الثاني. ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق. غارات للاحتلال على جبل لبنان والبقاع، وحزب الله يعلن استهدافه للمرة الأولى موقع أبيتال للاستطلاع الفني لجيش الاحتلال في الجولان المحتل. الرئيس المصري يؤكد أنه لا إنهاء لأزمات المنطقة دون حل الدولة. نهاية هذه النشرة، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، شكرا موصول للزميلة رغدة. شكرا لك همام، في أمان الله.